نازح من ماير جاي مع راتي، بشتغل بقطار في برصة صوبات. الشغل يعني تعيب علينا، الكبار ما بيستحملوا، يعني نحن الصغار ما بنستحمل، بس بدنا نعيش اهلنا وابونا ونساعده. عيوني كلها برجع على البيت بوجعوني من الحام، بتمنى نرجع يعني اضيعنا ونشوف بيوتنا، وايدينا بتجروحوا كل نهار من هالصاج وهالحديد. الشغل متعب علينا كثير. انا بجي من ارمناز تقطيع لمدينه الاتارب، تقريبا كل شيء 10 ايام او 15 يوم بروح زياره لعند اهلي يوم او يومين. بشتغل بهاي الورشه لتصنيع الصوبيات من البراميل، بنعيد تكرير البراميل وبنشتغل منها الصوبه، وشيء انه تناسب دخل اهلنا في المحرر. يعني اليوم الشغل صاير صعب والمعيشه صعبه، مواد التدفئه غاليه، صرنا نحن نصنع هاي الصوبه هاي بتكاليف بسيطه، شيء تناسب الشعب. واحنا صوبتنا اليوم يعني من برميل ومن خزان وعم نلمه من المراكز، وصوبة الحطب بشكل عام يعني حقها 9 دولار 10، بتناسب المجتمع وتناسب الدخل المحرر، بتناسب كل يعني زنجيل او فغير كان، يعني مقبوله وما حد اجى لعنا وشكى من سعر او هيك شيء. عداك عنا جديد، يعني مو جديد الفستق، جديد العادي صاج العادي، حقها 15 وما فوق، صوبتنا 9 10، والحمام يعني اليوم 6 دولار 5 دولار 5.5، يعني حسب احنا كمان ظروف المعيشه وحسب الزبون حسب هيك. تعرف انت في ناس يعني تجيك ميتة، في ناس حالتها كويسة عم نعطيها بستة، وهي صوبتنا يعني سميناها صوبة الفغير، كونها مواصفاتها مواصفات جديد، مواصفاتها مواصفات السوق، مطبق، واليوم يعني تناسب الدخل الفغير، واليوم يعني سعره ممتاز، والبرميل يعني جزء منه والخزان جزء منه، عداك المصفاية مصفاية سميكة وأحسن من جديدة طبعا بكتير، ويعني تروح معه سنتين وما فوق.